بسم الله. تمارين حول درس المثلثات المتقيسة لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 11. نعتبر الشكل التالي. الشكل ديالنا هو هذا. رد البال رموز التقيس اللي فيه. السؤال الأول: بين أن المثلثين ACF و ABE متقيسان. ثانيا: استنتج أن المسافة CF تساوي المسافة BE والمسافة AE تساوي المسافة AF. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا أوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من إنجاز التمرين. يلا سأنتظر. صافي انتهيت، ممكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله. إذا لنبين أن ABE و ACF مثلثين متقيسان. نشوفوا الشكل. الشكل ديالنا هو هذا. إذا كيف سنثبت بالبرهان أن المثلثين ABE و ACF متقيسان؟ يلا لونهم ملونين، هما هادو لي لونت. إذا سنثبت بأنهما متقيسان، في رأيك ما هي الخطوة التي سنتأخذ للبرهان على ذلك؟ إذا كما ترى هنا عطاونا في المثلث الأخضر زاويتين تقيسان زاويتين في المثلث الأحمر، ثم هناك الضلع AB الذي يقيس الضلع AC. فرأيك شروط الخاصية توفرت أم لا؟ بطبيعة الحال لا، شروط الخاصية لم تتوفر، لأن الخاصية تقول لنا إذا قايست زاويتان في مثلث والضلع المحادي لهما، يخص نتكلموا على الضلع BE اللي خصو يقيس الضلع CF. إذا قايست زاويتان في مثلث والضلع المحادي لهما، ماشي هاد الضلع، متفقين؟ إذا خصنا نثبتوا بأن مثلا هذا الضلع BE يقايس الضلع CF، عاد يمكن لنا نستعملوا هاد الخاصية. أولا نجيو لهاد الضلع AB، وعرفنا بأن الزاوية التي رأسها B تقيس الزاوية التي رأسها C، ونثبتوا بالبرهان أن الزاوية التي رأسها A، هذه الزاوية هذه في المثلث الأخضر، هي تقيس الزاوية التي رأسها A في المثلث الأحمر. وهذا أمر يمكن القيام به بسهولة، يمكننا نثبتوا بسهولة بأن الزاوية التي رأسها A أي الزاوية BAE تقيس الزاوية CAF. كيف ذلك؟ يلا في رأيك كيف سنثبت بأن هذه الزاويتين متقيستان؟ نعم، غادي نمروا عبر مجموع قياسات زوايا المثلث. مجموع قياسات زوايا أي مثلث يساوي كم؟ نعم، يساوي 180 درجة. إذا لخدنا الزاوية رأسها A في المثلث الأخضر، أنا تنختصر ديك شوية الصياغ، الزاوية التي رأسها A في المثلث الأخضر زائد الزاوية التي رأسها B في المثلث الأخضر زائد الزاوية التي رأسها E يساوي 180 درجة، أليس كذلك؟ زين، ونفس الشيء بالنسبة للمثلث الأحمر، الزاوية التي رأسها A في المثلث الأحمر زائد الزاوية التي رأسها C زائد قياس الزاوية التي رأسها F يساوي 180 درجة. وكما تعلم الزاوية التي رأسها B تقيس الزاوية التي رأسها C، والزاوية التي رأسها E تقيس الزاوية التي رأسها F، وبالتالي فإن الزاوية التي رأسها A في المثلث الأخضر تقيس الزاوية التي رأسها A في المثلث الأحمر. تيخصنا غير نكتبوا هذه العلاقات الرياضية، وسترى أننا بإمكاننا الحصول على هذا الأمر بسهولة، متفقين؟ وبالتالي نحصل على النتيجة المرجوة
وهي أن المثلثين ABE و ACF متقيسان طبقا للخاصية التي ذكرت قبل قليل. إذا قيست زاويتان في مثلث والضلع المحادي لهما على التوالي زاويتين في مثلث آخر والضلع المحادي لهما فإنهما متقيسان. واضح؟ يلا حاول تكتب البرهان وبعد قليل سنكتب معا هذا البرهان. يلا سأنتظرك مرة أخرى. صافي انتهيت؟ يلا نبدأ معا البرهان. مجموع قياسات زوايا المثلث ABE هو 180 درجة. إذن ونعبر عليها بطريقة رياضية، قياس الزاوية ABE زائد قياس الزاوية AEB زائد قياس الزاوية BAE يساوي 180 درجة. مجموع قياسات زوايا المثلث الآخر اللي هو ACF بدوره هو 180 درجة، ثم نعبر عن ذلك بطريقة رياضية، أي ACF زائد AFC زائد CAF تساوي 180 درجة. ونعلم أن قياس الزاوية ACF يساوي قياس الزاوية ABE، وقياس الزاوية AFC يساوي قياس الزاوية AEB. إذن غادي نمشي هنا نعوض ACF بABE ونعوض AFC بAEB. إذن AEB زائد ACF التي سأصححها، ABE هي الأولى، عوضنا ACF بABE، إذن ABE زائد AFC اللي هي AEB زائد CAF يساوي 180 درجة. إذن غادي نسميو هاد النتيجة رقم واحد وهذه رقم اثنان. من واحد واثنان نستنتج ماذا؟ نعم نستنتج أن هذين المجموعين متساويان، بمعنى أن ABE زائد AEB زائد BAE يساوي ABE زائد AEB زائد CAF ما دام كل واحد منهما كل مجموع يساوي 180 درجة. دروكا يمكننا نشطبوا على هذه القيمة وعلى هذه القيمة ثم نشطب على هذه القيمتين. إذن ماذا سيبقى لنا؟ نعم سيبقى لنا قياس الزاوية BAE يساوي قياس الزاوية CAF، وهذا ما نريد. نرجع للشكل ونشوف هذه الوضعية. هيا هنا
قياس الزاوية BAE يساوي قياس الزاوية CAE. إذن عندنا المثلثان ABE و ACF بحيث قياس الزاوية ABE يساوي قياس الزاوية ACF وقياس الزاوية BAE يساوي قياس الزاوية CAF والمسافة AB تساوي المسافة AC. وعليه فإن هذين المثلثين متقايسان حسب الحالة الثالثة لتقايس مثلثين. إذا قايست زاويتان في مثلث والضلع المحاذي لهما على التوالي زاويتين في مثلث آخر والضلع المحاذي لهما فإن هذين المثلثين متقايسان. يلا سنكتب الآن البرهان. نتابع البرهان. عندنا ABE و ACF مثلثان بحيث، ونضع النتائج اللي حصلنا عليها، بحيث BAE تساوي CAF و ABE تساوي قياس الزاوية ACF والمسافة AB تساوي المسافة AC. وعليه فإنهما أقصد بذلك المثلثين ABE و ACF متقايسان. حسب الحالة الثالثة لتقايس مثلثين. تقيم. الآن سنبرهن أن المسافة AE تساوي AF. ها هي ثالثة أو ثانية. لنبرهن أن المسافة AE تساوي المسافة AF والمسافة BE تساوي المسافة CF. يلا غادي نرجعوا للشكل ونشوفوا هذه الوضعية. يلا في رأيك كيف سنثبت أن المسافة AE تساوي المسافة AF؟ مزيان. يلا قلنا قبل قليل أن المثلثين ABE و ACF كيف هما؟ نعم هما مثلثان متقايسان. إذن أضلاعهما المتناظرة كيف هي؟ صحيح أضلاعهما المتناظرة متقايسة. يلا الآن ما هو مناظر ضلع AE؟ نعم مناظر الضلع AE إلى بين نوجدوه سهلة. نشوفوا هي مناظرات الزوايا. إذن مناظرات زاوية رأسها A في المثلث الأخضر هي زاوية رأسها A في المثلث الأحمر، أليس كذلك؟ ومناظرة زاوية رأسها E هي زاوية رأسها F. إذن مناظر الضلع AE هو الضلع AF. نضع عليها رمز التقايس إذا شئت. ها هو. والآن ما هو مناظر ضلع BE؟ ما دامت مناظرة الزاوية رأسها B هي C ومناظرة الزاوية رأسها E هي F، إذن مناظر ضلع BE هو الضلع CF. متفقين؟ إذن عبر مناظرات الزوايا نكتشف مناظرات الأضلاع. واضح؟ سنكتب الآن هذا البرهان. مناظرة الزاوية
التي رأسها أ في المثلث ABE هي الزاوية التي رأسها A في المثلث ACF. ثم مناظرة، اعتذر لهذا الانقطاع، مناظرة الزاوية التي رأسها E هي الزاوية التي رأسها F. إذن مناظر الضلع AE هو الضلع AF، ومنه فإن المسافة AE تساوي المسافة AF، وبنفس الكيفية نبين أن المسافة BE تساوي المسافة CF. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.